صباح الخير على كل من يشاهدنا في هذه اللحظات مما كان. صباح يوم جديد على أمل أنه يكون يوم سعيد ولقاء أيضا مختلف عبر برنامج في الضحى، ونتمنى أن لقائنا يعني اليوم يكون أيضا جميل بوجود الزملاء. وأيضا صباح الخير على الزميلة حنين. صباح النور والسرور أخي محمد، ونصبح على مشاهدينا وابتدي بذكر الله منزل الكتاب، ومن ثم ألقيكم سلام من بعد بأحاسيسي. السلام عليكم وحياكم الله مشاهدينا، وإما كنتم قاعد تتابعونا في يوم جديد وحلقة جديدة من برنامجكم الصباحي واليومي برنامج في الضحى. برنامجنا حريصين يكون منوع مختلف ومميز، بالإضافة أن احنا نسلط الضوء على مجموعة من المواضيع من خلال استضافتنا لمجموعة من الشخصيات. استضافتنا لهم من خلال اتصال حفاظا على سلامتهم وسلامتنا بالتأكيد. مواضيع كثيرة، ولكن في هذه الفترة أغلب المواضيع قاعد نتناولها ونتحدث عنها عن فيروس كورونا، الجهات، الأفراد، يعني قاعد نشوف يمكن تم افتتاح تجزئي لمجموعة كبيرة من الأماكن، بالإضافة أن احنا الدولة لها واجب وأنتم لكم واجب لازم أنتم تسوونه بشكل مستمر. الجميل جدا، بالأمس يعني الساعة 11 تقريبا مع نهاية يوم أمس، خبر أن احنا انتقلنا أو راح ننتقل من المرحلة الأولى إلى المرحلة الثانية، واجتيازنا أيضا لهذه المرحلة الأولى مع رفع القيود هذا يشكل التزام موجود عند الكل ووعي مجتمعي حاضر. هذا الأمر أيضا لابد أن احنا نمشي عليه حتى في المراحل القادمة، وأيضا بعد ما ننتقل من كل المراحل الأربع. فنتمنى أن احنا دائما نكون ملتزمين، نكون واعيين بالنسبة لتصرفاتنا علشان الوطن، يعني من انولدت وهو يخدمك ويعطيك وما يقصر بحقك، لكن بالنسبة لأنه يطلب منك أنك تلتزم بالنسبة للقوانين، فأكيد ما راح يصعب عليك أنك تلتزم بالبقاء المنزل أو أنك تتخذ بعض التدابير اللي تكون واجبة عليك. إن شاء الله ننتقل من مرحلة إلى أخرى، وإن شاء الله نتخلص من هذا الفيروس. بالإضافة نبارك لطلاب الثانوية اللي تفوقوا، ونتمنى لكم مزيد من النجاح، لأن نجاحكم هو نجاح الأمة. دائما نقول أنتم السلاح وأنتم الأساس، دائما قدموا ودائما أعطوا من ناحية طبية والصحية من خلال التزامكم، من ناحية اكتساب المعرفة والعلم والدراسة، هذا الشيء أكيد راح يعود للمنفعة لكم ولوطنكم بالتأكيد. برنامجنا إن شاء الله راح يكون ممتع وخفيف، دائما نقول خليك إيجابي، دائما لا تنظر إلى الأمور بسلبية. يمكن هذا الكلام دائما إحنا نعيد ونزيد نعيد ونزيد، ولكن لا يمنع إن إحنا نذكر، لأن يمكن في حد في هذه اللحظة قاعد يستمع لنا، قاعد يشوفنا، يمر بظرف معين محتاج إلى هذا الكلام. بالنسبة للأفكار، كثير منا يفكر ببعض الأشياء ويعطيها حجم زيادة، لكن بالنسبة للأفكار السعيدة لابد تكون حاضرة. يعني إذا كنت تفكر بفكرة معينة، سواء كانت مهمة أو غير مهمة، شلون ما تعطيها فوق حاجتها أو فوق ما تطلبه منك؟ تفكر أن هل هذه الفكرة راح تهمك اللي 5 سنوات قدام أو 5 أسابيع قدام؟ إذا كانت الإجابة لا ما تهمني، بالتالي حاول تتخلص منها في أقرب وقت. يعني لا تبالغ بالتفكير، لا تعطي الأمور أكبر من حجمها، لأن هذا الشيء راح يعود بسلبية عليك، راح يأثر على حالتك النفسية، راح يأثر على حياتك، يعني حتى على النوم، حتى على الغذاء راح يأثر. كثرة التفكير راح يكون له أضرار جدا كبيرة، يعني لا تستهينون بالموضوع، لأن حتى أحيانا بعض الأمراض تجي للإنسان من خلال تفكير المبالغ والزائد فيها. لا توسوسون وايد، خلوا أموركم وحياتكم بسيطة، حاولوا تأخذون الأمور قدر المستطاع بإيجابية، لا تفكرون بطريقة كبيرة. يعني قبل نطلع الهواء كنت تناقشيني في قضية أو في موضوع صار معك، فما طولتي فيه، على طول خذيتي الجواب أو أن حاولتي تنتقلين إلى موضوع آخر علشان ما يشغل تفكيرك. صحيح، نتجنب هذا الموضوع، لأن أكيد الواحد دائما يتوكل على الله سبحانه وتعالى، هو الحافظ. رغم ممكن احنا نمر في أمور كثيرة في حياتنا، لكن نرجع ونقول دائما حاولوا أن أنتم تتخطونها، تخففون على نفسكم، لا تنتظرون أحد يخفف عليكم. يقال أن الإنسان الذي يعيش حياة روتينية خالية من أي يمكن فعالية أو حيوية يفقد السلام الداخلي. فالإنسان المغامر اللي يحب أنه يجرب شيء جديد ممكن أنه فعلا ينجز، ممكن أنه ينتقل من مرحلة ومن شعور إلى آخر. كمثال
نشوف ان في ناس وايد تحب تتسلق الجبال، تحب ان هي ترمي نفسنا ترمي نفسها من فوق. نعم. ليش؟ لانها تقدر ان هي تنفصل عن الواقع، تنفصل عن اي مؤثرات خارجيه، تنسى الماضي، تركز بالنسبه للحظه الراهنه، وهذا هو المهم. يعني نرجع ونقول حاول انك تكسر الروتين علشان تجدد طاقتك وتجدد النفسية. فالمغامرات مهمة أحيانا في الحياة. آخر مغامرة سويتها شنو كانت؟ أنا أتذكر أن أنا يعني كانت النية أن أسافر مع عدد من الأشخاص، لكن قلت لهم أأجل الرحلة وأسافر بروحي. فيعني هذه مغامرة أنك سافرت بروحك. يعني دائما حاولوا تسوون مغامرات تكسرون الروتين، حتى لو كان شيء بسيط، مو شيء يكون مثلا والله مثلا سفر أو لا، حتى وأنتم قاعدين في بيتكم تقدرون تجربون شيء جديد ما مسوينه علشان تكسرون الروتين وتغيرون من نفسيتكم. يقال أيضا بأن السعادة تأتي بمجرد الاستمتاع بالشيء. يعني قد تعيش في مرحلة لها علاقة بأزمة كورونا، قد تعيش في يعني في منطقة خالية من أي دوافع، بغض النظر وين تكون، العبرة شلون تستمتع بالموجود، الجود بما هو حاضر وموجود. تمام، حلو. أكيد مشاهدينا دائما نوجه هذه الرسائل إيجابية لأنفسنا. صح. ولكم في نفس الوقت. يعني في أيضا من ضمن الأشياء الجديدة نلاحظ أنه ممكن أن احنا نكتشف أماكن، تدرين يعني في ناس تسافر تكتشف ثقافة بلد، لكن ما يمنع من أهل البلد نفسه أنهم يكتشفون شيء جديد. في رومانيا شيء جميل جدا، اكتشفوا تحت الأرض منطقة جديدة يعني ما شوفوها من قبل، خلنا نتعرف عليها أكثر. قام مؤخراً فريق من الباحثين من كلية الكلاسيكيات بجامعة كامبريدج في المملكة المتحدة وقسم الآثار في جامعة جنت ببلجيكا بنشر ورقة بحث جديدة توضح بالتفصيل نتائج رادارهم الخارق GRP، وتخلص الورقة إلى أن هذه الأساليب ستحدث ثورة في الطريقة التي ندرس بها الأماكن القديمة. وقال المؤلف الرئيسي الدكتور ليفن فيردونك إن الأدلة التاريخية على التحضر الروماني التي تم جمعها من الحفريات في بومبي وأوستيا لا تمثل المجموعة الكاملة للمدن الرومانية. وتقدم الورقة الجديدة نتائج أول مسح عالي الدقة لمدينتين رومانيتين كاملتين في مقاطعة فروزينونا الجنوبية في وسط إيطاليا وفي فاليرينوفا البلدة التي تقع في وادي نهر التيبر. وتبدأ الورقة بشرح أن روما القديمة تقع في وسط شبكة من المدن التي لعبت دوراً محورياً في الإدارة والتنظيم الاجتماعي والاقتصادي للإمبراطورية. وبحلول القرن الأول الميلادي تم إنشاء ما يقرب من 2000 مدينة، ويشار إلى أن الرادار الجديد الخارق يستطيع أن يوفر للأرض تفاصيل ثلاثية الأبعاد غير مسبوقة. في كل صباح ناخذكم من دولة إلى دولة بتقارير عالمية، نتعرف على حضارات ومدن ودول ومعلومات جديدة بالإضافة إلى إنجازات جديدة. والحين إحنا في قطر وأكيد إنجازاتنا كثيرة وعديدة، باركنا لطلابنا الثانوية وأكيد هناك إنجازات أكثر على أصعدة مختلفة عديدة في القطاع التعليمي وفي الصحي وغيره وغيره. في الراية والشرق والوطن أكيد رح يكون عندنا مجموعة مختلفة من الأخبار المنوعة مع زميلنا عبد الله المريخي. نصبح عليك أخوي عبد الله، وأكيد هناك أخبار مميزة راح تكون بانتظاري وانتظار محمد وانتظار متابعينا. صباحك سعيد. بالتأكيد صباحكم الله بالخير زملائي في برنامج في الضحى، وأيضا أصبح بالخير على مشاهدينا الكرام. كما ذكرت زملائي هناك باقة متنوعة من الأخبار المحلية والتي سوف نتحدث عنها من خلال صحفنا المحلية هنا في دولة قطر. نبدأ
نبدأ مشاهدينا مع صحيفة الراية، حيث عنونت في إحدى صحفاتها حيث إنجاز جراحي عالمي جديد بحمد الطبية في تطور جراحي نوعي غير مسبوق، حيث أجريت بنجاح في مستشفى حزم بريك العام التابع لمؤسسة حمد الطبية هذا الأسبوع أول عملية جراحية من نوعها في العالم، وهي لتفتيت حصوة كلوية لمريض مصاب بفيروس كورونا كوفيد-19. الجراحة تمت أيضا باستخدام تقنية ليزر ألياف الثوليوم الحديث كأول استخدام لهذه التقنية في منطقة الشرق الأوسط، وبمساعدة الروبوت الجراحي ابن سينا، وبذلك تكون هذه الجراحة هي الأولى من نوعها في العالم التي تجمع بين التقنية أو تقنية الليزر فائقة التطور واستخدام الروبوت الجراحي، إضافة إلى الالتزام بتطبيق إجراءات التباعد الاحترازي في غرفة العمليات. يعني مشاهدينا، إنجاز كبير يحسب للمنظومة الصحية هنا في دولة قطر. طبعا مشاهدينا، انتقل وإياكم أيضا إلى صحيفة العرب، حيث عنونت أيضا في إحدى صحفاتها وهو معسكر صيفي عن بعد يجمع طلابا بالثانوية مع أشقاء من الكويت وعمان، انطلاقا من نهج مركز مناظرات قطر وهو عضو مؤسسة قطر للتربية والعلوم وتنمية المجتمع، وهو لتحقيق رسالته وأهدافه في بناء قدرات الشباب على مهارات متقدمة في التناظر. وينظم المركز معسكرا صيفيا عن بعد لطلبة المرحلة الثانوية بمشاركة 3 دول، وهي سلطنة عمان ودولة الكويت ودولة قطر، حيث تقام التدريبات هذه بالمعسكر بأسلوب الحداثة وتماشيا مع المستجدات التي تعصف بالعالم من جراء أزمة وباء كوفيد-19. أيضا مشاهدين، المعسكر بمثابة منصة انطلاقة جديدة ونافذة شبابية لتطوير مهارات التناظر المتقدمة عند الطلبة وتنمية معارفهم في القضايا التي تساعدهم على التناظر بشكل جيد من خلال توفير بيئة تعلم مشجعة للمتناظرين مع ممارسة المناظرات في 10 جولات مختلفة بين الفرق واستخدام النظام التحفيزي. إذن بإذن الله كل التوفيق لهذا المعسكر وأيضا لطلابنا في مشاركة في هذه المناظرات. مشاهدينا، ننتقل معكم إلى صحيفة الشرق، وذكرت في إحدى صحفاتها التقديم الإلكتروني لجامعة لوسيل أول يوليو، حيث يبدأ التقديم للالتحاق بجامعة لوسيل بعد غد الأربعاء الأول من يوليو 2020 كأول جامعة وطنية قطرية خاصة، حيث تبدأ عامها الدراسي الأول. والمعروف أن الجامعة أعلن عن تدشينها أواخر أبريل الماضي في مؤتمر صحفي تحدد فيه موعد فتح باب التقدم للجامعة واشتراطات القبول والبرامج الأكاديمية المتاحة للطلبة خلال العام الدراسي الأول. وتعتبر مشاهدين جامعة لوسيل إضافة مهمة لمؤسسات التعليم العالي، وتؤدي الدور المنوط بها لتخريج كوادر وطنية تساهم في تحقيق رؤية قطر 2030. كل التوفيق لجامعة لوسيل. وأيضا نذكر أيضا لطلابنا المتخرجون حاليا من مرحلة الثانوية، هذه فرصة لكم أن تكتشفون الجامعة وأيضا تقدمون على الجامعة، هناك أكيد تخصصات كبيرة طرحتها الجامعة، نتمنى لكم وللجامعة كل التوفيق. إذن مشاهدينا، ننتقل إلى صحيفة الوطن، حيث ذكرت الشفلح يطلق برنامجه الصيفي، حيث أعلن مركز الشفلح للأشخاص ذوي الإعاقة التابع للمؤسسة القطرية للعمل الاجتماعي عن إطلاق النسخة الرابعة من برنامجه الصيفي في الأول من شهر يوليو المقبل، وتحت شعار صيفنا في بيتنا أمان، وذلك عبر منصته الإلكترونية ولجميع الأشخاص من ذوي الإعاقة في دولة قطر. ويهدف البرنامج البرنامج الصيفي الذي يستمر لشهر كامل ويكون على مدار 4 أيام في الأسبوع إلى رفع درجة الوعي المجتمعي بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وحقهم بالمشاركة في الأنشطة الصيفية من خلال تنفيذ أنشطة هادفة تكسبهم العديد من المهارات، وإضافة إلى استثمار الأشخاص من ذوي الإعاقة بفئاتهم العمرية والتشخيصية المختلفة بما يعود عليهم بالنفع ويطور من قدراتهم، وذلك ضمن أجواء مفتوحة أقل تقيدا وأكثر حيوية. ننتقل أيضا مشاهدينا إلى ممكن خبرنا الأخير، وهو خبر ممكن يسر الجميع، وهي كتارة تفتتح شواطئ
رقم 3 و4 و5 أمام الجمهور بعد غد، حيث أعلن الدكتور خالد الصليطي المدير العام للمؤسسة العامة للحي الثقافي كتارة عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي تويتر عن تهيئة شواطئ كتارة رقم 3 و4 و5 لتكون جاهزة لاستقبال الأفراد الأربعاء المقبل. وقالت إدارة كتارة عبر الحساب الرسمي بموقع تويتر أنه تم تجهيز شاطئ كتارة ليكون جاهزا لاستقبال الزوار اعتبارا من الأول من يوليو، تماشيا مع توجهات الدولة بإعادة فتح الشواطئ في الدولة. وأشارت إلى تعقيم مناطق ألعاب الأطفال والقوارب، ودعت الجمهور إلى مراعاة الإجراءات الاحترازية والتباعد الاجتماعي. وأوضحت إدارة كتارة أن مواعيد عمل الشاطئ يوميا من الساعة 3 عصرا وحتى الساعة 10 مساء. إذن خبر جميل، ونتمنى أيضا من مشاهدينا الكرام أنهم يعني يستغلون هذه الفرصة ويذهبون إلى شاطئ كتارة، لأن هناك العديد من الأنشطة التي سوف تكون مفرحة للأطفال وأيضا للكبار. إذن مشاهدينا يعني هذه أخبارنا لهذا الصباح اليوم، صباح الاثنين، انتقلنا فيكم إلى عبر صحفنا المحلية من أخبار محلية. كما ذكرنا هناك أخبار كانت جميلة جدا، وبإذن الله نتمنى الأخبار السعيدة لنا ولكم وأيضا لمن يشاهدنا الآن عبر شاشة تلفزيون قطر. إذن كانت هذه الأخبار المحلية لهذا اليوم، وعودة إلى محمد وحنين في استديو برنامج في الضحى. إليكم زملائي. كل الشكر أكيد لك الزميل عبد الله المريخي، ونقول الله يديم له تسامع عليك وعلى هذه الأخبار الجميلة. آخر خبر وايد حلو صراحة، لفت انتباهي ولفت انتباه حنين، تقول فعلاً ضمن الأخبار أن افتتاح الشواطئ، افتتاح أماكن كثيرة، بدء أيضاً المرحلة الثانية في رفع القيود. لكن حمد الطبية تقول كونوا حذرين في الشواطئ وأحواض السباحة، خطر الغرق يكون أعلى بالنسبة للأطفال أقل من 10 سنوات. نتمنى السلامة للجميع وننطر المطار اللي يفتح، ولا ايش رايك؟ ننتظر كل شيء يفتح باذن الواحد الاحد. الاخبار طيب. كلها كانت مميزه، يعطيك العافيه اخوي عبد الله. ناخذ الامور بايجابيه، افتتاح تجزئي لمجموعه من الاماكن، لابد ان الواحد يكون حذر وينتبه قدر المستطاع. يعني احنا خلال هالفتره قاعد نشوف الناس يروحون مثلا الى شاطئ البحر، يحاولون قدر المستطاع انه يسوون يستمتعون بالاجواء، ولكن لابد هناك اجراءات احترازيه ان الواحد يتخذها يعني يستمر عليها. طبعا الكل قاعد يروح الحين البحر، ولكن بطريقه امنه، يعني مش ان مجموعه كبيره، حفاظا على المسافه، كل هذه القوانين الواحد قاعد يتبعها، ولكن اكيد الواحد لازم يعرف حاله الطقس قبل ما يروح لبحر او حتى يطلع خارج المنزل. وكالعاده وفي كل صباح اختنا امينه المنى راح تكون موجوده معنا وحاله الطقس معاها لهذا اليوم. نصبح عليك اختي امينه. صباح النور، يا مرحبا. تفضلي حبيبتي. اجواء حاره تشهدها البلاد مع درجات حراره عظمى تتراوح ما بين 42 الى 44 درجه مئويه، والصغرى تتراوح ما بين 31 الى 32 درجه مئويه على مختلف مناطق البلاد. الرياح السائده لليوم تكون شماليه غربيه الى شماليه شرقيه، تتراوح سرعتها ما بين 5 الى 15 عقده. عن الحاله البحريه تكون الاجواء مستقره داخل البحر، الرياح شماليه غربيه الى شماليه شرقيه تتراوح سرعتها ما بين 3 الى 12 عقده، وارتفاع الموج يكون من 1 الى 3 قدم. وبشكل عام تكون الاجواء مستقره خلال هذه الفتره وتكون صالحه لكافه الانشطه البحريه والبريه باذن الله. هذا والله تعالى اعلم. كل الشكر اكيد لك الاستاذه امينه الملا من الارصاد الجويه على اطلاعنا بالنسبه للحاله المتوقعه بالنسبه لحاله الطقس. الاجواء هذه الفتره تبشر، احنا نتكلم نفسيا ليش؟ لان مع اعاده افتتاح الاماكن اكيد الانسان يكون سعيد، لكن يكون اسعد من خلال الافتتاح التدريجي للمساجد وما يصاحبها ايضا من اجراءات موجوده. بالنسبة للمسؤولية اللي موجودة على عاتق المصلين أنهم يتقيدون بالإجراءات اللي موجودة حفاظا على أنفسهم وعلى الآخرين. الإيمان موجود، الإيمان ثابت، ولكن السلامة والصحة أيضا مهمة في المقابل ولها دور أساسي في أداء صلاتك أو لا. نرحب ونصبح بالخير بالنسبة للدكتور سلطان إبراهيم
الهاشمي الأستاذ في كلية الشريعة والدراسات الإسلامية بجامعة قطر. صباحك سعيد. صباح الخير أخ محمد، وصباح الخير أخت حنين، وأصبح على جميع الأخوة والأخوات المشاهدين والمشاهدات، وأسأل الله عز وجل في هذا اليوم المبارك أن يكون يوما سعيدا ومباركا على الجميع إن شاء الله. دكتور سلطان حياك الله معنا وسعيدين بوجودك. يعني احنا كذلك سعيدين بالافتتاح التجزئي اللي احنا قاعد نشوفه، يعني الكل متلهف ومتشوق ان بعد ما قاعد نسمع الاذان الحياه تعود، العوده تعود الى المساجد. بس دائما نرجع ونقول، يعني مثلا انا دائما اقعد مع ابوي اقول له يبا اذا بتروح المسجد لازم تسوي شيء، لازم تسوي شيء، لان الكل خاصه كبار السن قاعد نشوفهم حريصين كل الحرص. هم ممكن أكثر شيء انتشر أنهم عرضة لهذا الفيروس، الله يحميهم ويطول بعمرهم ويشفي جميع المرضى. شلون نخلي المصلين يحافظون على سلامتهم وصحتهم؟ يعني أنا سمعت مثلا أنا أبوي أشوفه ياخذ السجادة دائما معه، يعني دائما كل واحد صار ياخذ أدواته معه، سجادته معه، متبع القرآن معه، متبع الإجراءات السليمة. فإحنا في البداية نبي نوجه رسالة لكل قاعد يتابعنا اللي متلهفين وحابين أن يصلون في المساجد، شنو الإجراءات اللي لابد أنهم يتبعونها؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. طبعا لا شك أن احنا نعرف أن كان هناك قرار لإغلاق المساجد في شهر مارس الماضي، وكان هذا القرار لمصلحة الجميع بسبب انتشار جائحة كورونا ومنع التجمعات بناء على قرارات الأجهزة المعنية، وزارة الصحة وغيرها، والتي رأت أن مثل هذه التجمعات قد تكون سبباً في انتشار هذا الفيروس. ومن ضمن هذه التجمعات كانت المساجد، وكان حقيقة يعني كان اتخاذ هذا القرار كان صعباً على الجميع بلا استثناء، خاصة عندما نسمع كنا كل يوم صلوا في بيوتكم، وكانت هذه الكلمة يعني لا يعرف يعني مدى الألم إلا اللهم الذين كانوا رواد هذه المساجد من جميع الفئات السنية. فاتخذ هذا القرار حفاظا على الصحة العامة وعملا بمقاصد الشريعة، الشريعة الإسلامية تحافظ على النفس الإنسانية في المقاصد بعد الدين، فكان لابد من اتخاذ هذا القرار حفاظا على هذه النفس وحفاظا على صحة المجتمع وحماية له من انتشار هذا الفيروس. بعد 3 أشهر رأت الجهات المعنية أن مثل هذا الفيروس بدأ بفضل الله عز وجل في الاندحار وبدأ في التخفيف، ففتحت بعض المساجد، تقريبا فتح ما يقرب من 500 مسجد في المرحلة الأولى، وستفتح مساجد إن شاء الله في بداية المرحلة الثانية اللي هي راح تكون إن شاء الله بعد بكرة. دكتور نعم تفضل. صحيح، لكن إحنا مع وجود الافتتاح هذا بالنسبة للمساجد والإجراءات الأمنية أو الصحية في المقابل، يعني بمجرد ما تدخل في من يراقب احتراز واللون الأخضر وجوده، لكن نتكلم من جانب الإيمان، كيف يحافظ الإنسان سواء كان داخل المسجد في ظل هذه الظروف أو خارج المسجد؟ لأن في ناس إلى الآن محافظة بملازمة البيت يعني خوفا على صحة أهلها. نعم، طبعا هذا قد يقودنا إلى الحكم عن صلاة، حكم صلاة الجماعة، حكم صلاة الجماعة في المسجد. بس اسمح لي في البداية أخي محمد يعني شيء بسيط عن كلام الفقهاء. الفقهاء، جمهور الفقهاء يرون أن صلاة الجماعة هي سنة مؤكدة، خلافا لبعض الفقهاء الذين يرون أن صلاة الجماعة هي واجبة، والبعض يراها أنها فرض كفاية. فمن صلى في البيت، صلى جماعة فقد أدى ما عليه، لكن يستحب أن يكون في هذا المسجد. طيب، الآن منع المسجد لأسباب معينة، صحيح، ما يمكن الذهاب المسجد في تلك المرحلة. طيب، هل أمتنع عن صلاة الجماعة؟ لا تمتنع عن صلاة الجماعة، يمكن أن تؤدى هذه الصلاة جماعة مع أهل البيت، مع العيال الموجودين، ويكتب لك أجر الجماعة. حتى فقهاء الحنابلة يرون أن صلاة الجماعة طبعا واجبة وتستحب في المسجد.
لكن احنا هني بما ان الاخت حنين ذكرت ما يتعلق بكبار السن، خاصه الان اليوم نتكلم عن كبار السن الذين يعانون من الامراض المزمنه المعروفه، هم اكثر عرضه للاصابه بهذه لا قدر الله بهذا المرض. وهنا ايضا لابد ان احنا نعمل بهذه الاشتراطات الاحترازيه من التباعد ومن اخذ السجاده والمصحف الشخصي. انا دخلت يعني هذه المساجد، وزاره الاوقاف مشكوره يعني قامت بعمل كبير في هذه المساجد وجهد تشكر عليه في التباعد. يعني الصفوف الان احنا كنا نقول في بداية الإمام كان يقول سابقا تقاربوا يرحمكم الله، صح. الآن نقول لهم تباعدوا يرحمكم الله بسبب هذه الجائحة. فهناك الصفوف يعني متباعدة، لكن هناك نقطة أخي محمد إذا سمحت لي أبينها بما أنك تكلمت عن الواجب الشرعي والإيمان في هذه الحالة. يعني إحنا ما نبي يكون هناك نوع من التحايل والتفنن في التحايل، صح. على هذه الاشتراطات. يعني الواحد أحيانا ممكن يصور مثلا احتراز كصوره ويروح يوري حد اللي واقف عند اي نعم سكرين شوت، والاخ الموظف الموجود عند المسجد يقول والله شوف انظر، بس يشوفون تحدي الوقت. احنا نقول يعني يراقبون التوقيت اذا هو كان في نفس الوقت اللي دخل في المسجد. يعني صارت الحين مجموعه من الزياده في التطبيق وزياده في الاهتمام بالتطبيق اكثر من خلال يعني حتى وضع التاريخ وضع الوقت، هذه الامور حتى الواحد ما يقدر انه يمكن يتلاعب، لانه صار فعلا هذا الموضوع دكتور سلطان اكثر من شخص لاعب بهذا الموضوع، حتى سواء في الدخول للمساجد او حتى الدخول للجمعيات او المحلات التجاريه اللي الحين قاعد يتم افتتاحها. بالاضافه احنا ذكرنا دكتور سلطان في بدايه سؤالي عن ما هي الاجراءات التي تم اتخاذها من قبل الدوله للحفاظ على سلامه المصلين تحديدا. احنا ذكرنا يمكن من الشروط انه راح يكون هناك وضع يعني كل واحد يجيب سجادته معاه، هل هناك فعلا هناك شخص يتابع هذا الاحتراز أول بأول في وقت معين لدخول المسجد؟ نعم. في وقت يتم إغلاق، نعم. بعد المسجد هذه الأمور. نعم إحنا شاهدنا عند دخول المساجد هناك موظف يتابع، نعم. مثل هذه الأمور، لابد أن تكون يعني لابس الكمام، لابد أن تأخذ معك السجادة، لابد أن يكون هناك احتراز. هذه الأمور تتم مراقبتها، جزاهم الله خير الأخوة في الأوقاف، في كل هذه المساجد التي سمح بالصلاة فيها هناك يعني أشخاص يراقبون مثل هذه العملية. وإحنا دخلنا هذه المساجد ورأينا الاشتراطات، أي شخص ليس عنده مثل هذه الأمور لا يسمح له بالدخول المسجد، ليس يعني حرمانه من الصلاة ولكن عملا بمصلحة الجميع وحفاظا على هذه الأمر. والآن حتى في المرحلة الثانية كذلك، في المرحلة الثانية ستفتح المساجد اللي في الفرجان، كل معظم المساجد في الفرجان، مساجد الصغيرة أو مساجد الفروض التي تؤدى فيها الفروض ستفتح، وأيضا سيكون هناك نفس الاشتراطات الموجودة في المساجد، موجود الاحتراز وأخذ بالسجادة، صح. وأن يكون الشخص يتوضأ في البيت ويأخذ معه المصحف عند الذهاب إلى المسجد. طبعا احنا نقول يا جماعة ترى احنا كلنا في سفينة واحدة، صحيح. يعني كلنا في سفينة واحدة، لا نريد أن يكون الخرق لهذه السفينة من أي شخص واحد، خرق هذه السفينة سيؤدي إلى غرق الجميع. وقد نعود أخ محمد إلى المرحلة الأولى، يعني الآن إحنا على أعتاب المرحلة الثانية، لا قدر الله أي خرق لهذه السفينة، أي عدم يعني التهاون مثل هذه الاشتراطات، قد ترى الجهات الصحية والجهات المعنية، صح. بأنه لا، الآن مثل ما صار أمس، يعني أمس طلع قرار أن والله كان التجمع لعشرة أشخاص، صحيح. الآن أصبح الناس بعض الناس ما يلتزم بمثل هذه الأمور، خالص صار خمسة أشخاص، أي نعم. فإحنا كلنا يجب أن يكون هناك استشعار بالمسؤولية، يعني المسؤولية ليست من باب يعني التحدي وليس من باب التحايل وليس من باب التفنن في مثل هذه الأمور، لا، هي إحنا كلنا في قارب واحد، ينبغي أن نحن نتعاون مع الجميع يدا بيد لكي نصل إلى شاطئ الأمان، لكي نتجاوز هذه المرحلة. ونحن إن شاء الله يعني نلاحظ اليوم الأعداد قاعد تقل يوما عن يوم قاعد تقل، وهذا مؤشر بفضل الله عز وجل، مؤشر طيب أن نحن سنتجاوز هذه المرحلة. فقط يعني ما يكون لنا والله يا جماعة خلاص انتهت الأزمة، خلنا نطلع من بيوتنا، خل نترك الأمور الاحترازية وتكون هناك انتكاسة. هذا فعلا أمر مهم مثل ما ذكرت، ما أقطعك إلا بالخير، لكن نختم بسؤال بالنسبة للقائنا اليوم. ما كان يطلب منا في الأيام العادية يعني في الإسلام أن احنا نكون متراصين في الصف
ولكن اليوم جبرنا الوضع ان احنا نتباعد في هذا الصف خلال الصلوات، واصبحت صلاه الجماعه مختلفه. بالتالي شو اللي تقوله بوجهه نظرك في اطار هذا الموضوع، وشلون راح ينعكس ايجابا علشان نتقارب غدا باذن الله؟ ان شاء الله. احنا طبعا الان الشوق، لو شفت اخ محمد الشوق اول يوم في دخول المساجد، يعني شوق غريب، كان شخص يعني كان انسان فقد اسرته، شخص فقد والديه، وهو الان يحتضن مثل هذه الامور. يعني كان الاول يوم لدخول المسجد كان يعني يوم فعلا يوم يعني غريب جدا على كثير من الناس. احنا اليوم يعني نشوف الصفوف مثل ما تفضلت متباعدة، وتباعد هذه الصفوف يعني لا يؤثر إن شاء الله في صحة الصلاة، لا يؤثر في صحة الصلاة، الصلاة مقبولة بإذن الله عز وجل. وهي الصفوف هذه عندما تصطف صفا واحدا هي سنة من سنن صلاة الجماعة. فإذا اقتضى الأمر أن احنا نتباعد لشيء معين، لاشتراطات معينة، لوجود أمراض أو لوجود عدوى وما شابه ذلك، فلا بأس لذلك. أنا بس أحب أبين في نقطة مهمة جدا. الشخص اللي يشوف من نفسه أنه اليوم والله بدأ شوي عليه بعض التغيرات، الشخص اللي يشوف من نفسه أنه والله بعض الأعراض، هذا شرعا لا يجوز له أن يدخل المسجد. وهذا ليقول أنا هذا كلام أنه والله قاعد نطلع إحنا تأليف، لا، هذا هو كلام الشرع. النبي صلى الله عليه وسلم لما جاءه شخص من وفد ثقيف يريد أن يبايعه على الدخول في الإسلام، هذا الشخص علم النبي صلى الله عليه وسلم أنه مصاب بمرض معدي وهو الجذام، فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يمنعه من الدخول إلى المسجد، منعه من دخول المدينة. أرسل له شخص من المدينة إلى أطرافها، قال له قل لهذا الشخص إنا قد بايعناك على الإسلام، ارجع لا تدخل، حماية للمدينة. اليوم ها نفس الشيء يعني يقولون دكتور من كان سلطان، ما قطع كلامك بالخير، لأن ممكن هذا السؤال كثير من كبار السن أصحاب الأمراض المزمنة يطرحون هذا السؤال، حابين يكونون في المسجد ولكن متخوفين أنه يمكن هذا الشيء يقلل من الأجر. لا ما يقلل من الأجر. احنا ذكرنا حكم صلاة الجماعة، لو صليتها في البيت اليوم مع العيال إن شاء الله تكتب لك أجر صلاة جماعة. لكن الشخص الذي عنده أمراض يعني حتى مزمنة، لو كان في أمراض مزمنة، قد يكون هو أكثر عرضة من غيره في الإصابة بهذه الأمراض. نقول الآن في المرحلة هذه، المرحلة الثانية، أنك ممكن يعني تصلي في البيت حتى نصل المرحلة الثالثة. المرحلة الثالثة في أول ثمانية ستفتح، يعني سيسمح بصلاة الجمعة، ممكن بعد ذلك يكون مجرد صلاة تصلي الجمعة وتعود للبيت. أنا أقول المسؤولية يا جماعة، ترى ما زلنا مسؤولية جماعية وليست مسؤولية فردية، ليس الأمر مقصور على فرد بعينه، لكن الأمر مقصور على كل أبناء المجتمع، كل أفراد المجتمع من جميع الطوائف، من جميع الأعمار السنية، لكي إن شاء الله نصل إلى المرحلة الثالثة والمرحلة الرابعة، ونتعاون لانتهاء هذا الوباء بإذن الله عز وجل، وزوال الفيروس سيكون قريب بإذن الله تعالى. دكتور سلطان إبراهيم الهاشمي، يعطيك ألف صحة وعافية على وجودك في برنامج في الضحى، ونسعد أكيد بوجود كل ضيف يضيف بالنسبة لهذا البرنامج، لأن فعلا هي مسؤولية اليوم تقع على عاتق الجميع، أن احنا نكون مسؤولين معناتها نخاف على نفسنا ونخاف أيضا على غيرنا. نعم، المسؤولية نفس ما قال الدكتور سلطان إبراهيم الهاشمي أستاذ في كلية الشريعة والدراسات الإسلامية في جامعة قطر، على عاتق الجميع، ولكن نرجع ونقول لازم الواحد يبتدي بنفسه تحديدا، لأن أنت النقطة الرئيسية والأساسية، أنت اللي راح تحدث الفرق من خلال تأثيرك على نفسك وعلى أفراد عائلتك بالإضافة إلى أفراد المجتمع. فدائما التنفيس لازم يكون منك أنت من الداخل. مع هذه الظروف الراهنة يمكن الواحد صار يشعر بالاكتئاب، يمر بظروف كثيرة، النفسية قاعدة تتغير، لكن نرجع ونقول حاول أنك تخلق لك بيئة تشجعك على الاستمرار وعلى العطاء وعلى أن أنت تنتقل من مرحلة إلى مرحلة أخرى. آمنين نحن ننتقل كذلك من مرحلة إلى أخرى من أننا نتخلص من هذا الفيروس، فالتنفيس جدا مهم. هنشوف هذا التقرير عن التنفيس ومن بعدها راح نتناول موضوع في هذا الإطار. بعد تفشي وباء كورونا وضرورة البقاء في البيت، أصبح من الضروري استثمار فترة الحجر المنزلي فيما ينفعنا ويسلينا في نفس الوقت. لذلك إليكم بعض النصائح
التي يمكن اتباعها. الجسم السليم في العقل السليم، لذلك يجب استغلال الوقت في ممارسة التمارين الرياضية المنزلية وأن تكون على رأس القائمة، فهي تساعد على تقوية المناعة وتفريغ الطاقة خاصة لدى الأطفال ومحاربة الاكتئاب. ثم يليها قراءة الكتب والقصص، ويمكن البدء بقراءة الكتب التي كنت تعتزم قراءتها عندما يتسنى لك الوقت. وعند الحديث عن الوقت وملء الفراغ، فإن مشاهدة التلفاز وخاصة المسلسلات والأفلام الوثائقية هي أول ما يخطر على أذهاننا، ثم تأتي بعدها الألعاب الإلكترونية. فمثلما نحتاج إلى ما يفيدنا فكرياً وبدنياً، نحن بحاجة أيضاً لتفريغ الشحنات السلبية والاستمتاع بالوقت. ولا ننسى أيضاً متعة النوم، وخاصة إن كان روتينك اليومي ما قبل الكورونا لا يعطيك القسط الكافي من النوم. ثم تأتي متعة الأكل، فكثير منا كان يعتمد اعتماداً كبيراً على المأكولات السريعة والتي تضر بالصحة ويتعذر بقلة الوقت. أما الآن فأصبح لدينا الوقت الكافي ليس فقط للطهي، وإنما أيضاً لتعلم وابتكار وصفات جديدة، ويمكن أن يكون نشاطاً لكافة أفراد الأسرة. استثمار الوقت قد يختلف من شخص إلى آخر، إذ يوجد بحر من الأنشطة والأفكار المبتكرة التي يمكن تطبيقها لتجاوز هذه المرحلة. ولكن الأهم هو القيام بما يسعدنا وما يفيدنا، لتجنب الأمراض النفسية والجسدية أولاً، ثم لتحدي الملل. الإنسان اليوم بحاجة إلى كثير من الأمور، ومن أهم الأشياء أنه يتنفس ويمنح نفسه فترات راحة منتظمة، وهذه أيضاً من ضمن العقليات المريحة أن هي تمنح نفسها وقت علشان ترجع تشحن ذاتها وتشحن أفكارها بشيء جميل. نعم، طبعاً كثير من نعم الحياة لم نعرف قيمتها حتى فقدناها في ظل الإجراءات الاستثنائية والاحترازية التي فرضت على العالم بسبب طبعاً انتشار الفيروس، وما فرض من الحجر المنزلي لحد طبعاً من انتشار هذا الفيروس، مما يمكن نقدر نقول سبب اكتئاب لكثير من الناس لعدم ممارستهم هواياتهم والتنفيس بطريقة مختلفة، يعني مثلاً اللعب في المجمعات للأطفال وغيرها من الأمور. راح نتحدث أكثر عن التنفيس للشباب والأطفال وشون نقدر نخرج من هذه الأزمة بشكل إيجابي، ونقدر نستثمر الوقت مع أختنا خديجة بحليقة. حياك الله معنا، وسعيدين تكوني موجودة معنا في موضوع جدا مهم، لأن كثير يمكن من اللي قاعد يتابعونا الحين محتاجين ينفسون عن نفسهم، يبون طريقة معينة، يبون أحد مختص يمكن يساعدهم. نصبح عليك أختي. هلا والله، اولا اصبح عليكم اخوي محمد واختي حنين، وايد سعيدة اني اكون معاكم عن طريق سكايب. الموضوع جدا مهم، وانا ما ادري راح تسالوني ولا ابتدي اللي ودك. لا هي خديجه شكلها داشه عارفه تبي تتكلم عن شو. ان شاء الله لفت انتباهي وجودك ايضا عبر التواصل الاجتماعي بشكل دائم ومستمر، ووجودك ايضا بشكل يومي الفير تطلعين وتمشين وتعطين حق نفسك شخصيه، يعني عشان تكون اكثر قوه باب من التنفيس. نتكلم اكثر عن هذا الموضوع. انا هاي الامانه اللي كنت يمكن معظم حواري راح يدور حول هالموضوع، ان نخلق نظام ونخلق روتين جديد حقنا على اساس يتغير الثيم، بدل ما يكون تباعد اجتماعي يندرج تحت مفهوم العزله الى تباعد اجتماعي يروح على مفهوم جديد اللي هو مفهوم التواصل الاجتماعي عن طريق المنصات. وهاي الشيء يمكن احنا ما كنا نعرفه او ما كنا جد يعني نتلامسه الا بعد موضوع جائحه كورونا. شيء وايد مهم ان انا اسويه الصبح نفس ما شفت محمد، قبل اول ما اقوم من النوم يمكن كنت اروح اسوي جدول مختلف، اقوم اشرب قهوه
واستعد واروح دوامي او اسوي رياضه بسيطه واروح دوامي. حلو. بس بعد موضوع كورونا لانه صار ما في دوام، صار يعني دوام باختصار اونلاين، فاقدر اسوي من اي مكان او من اي موقع، صار اني عادي اقوم الساعه 5 التزم بجدول، لازم يصير عندي روتين معين على اساس ما ابتدي افكر ليش جدولي صار فاضي. صح. ما ابتدي افكر بالسلبيات، فصرت اركز على الايجابيات عن طريق هاي الموضوع، ان احدد لي روتين معين يبتدي بنفس قبل وقت الروتين السابق، صرت اقوم 5 ويخلص روتيني على الساعة 4-5. يعني خديجة سويتي الجدول كامل من جديد تعايشا مع ظروف الراهنة اللي هي كورونا. سو يعني انت الحين شو نصيحتك للشباب والاطفال والامور حتى اللي قاعد يتابعونا، ما هي الطريقة المناسبة لوضع خطة وجدول لجميع الفئات العمرية؟ يعني بما ان انت الحين سويتي الجدول من ناحية ممارسة الرياضة، من ناحية حتى يمكن اكثر شيء الواحد يستمتع فيه وتناول الاطعمه، شفنا كثير من الشخصيات وكثير من العوائل صاروا يتجهون الى ان هم يدخلون المطبخ يسوون لهم نشاط وفعاليه. احنا حريصين كل الحرص ان نطلع من هذه الازمه بايجابيه، ما نبي الواحد يكون حصل على نسبه كبيره من السلبيه، الجدول اخترب، منصات التواصل والمراكز والمنشآت والشركات حتى الافراد ومشاهير السوشيال ميديا حريصين ان ينشرون الوعي لكل فئات المجتمع. شنو هي الخطوة الأمثل علشان إن الواحد يسوي جدول له أو حتى لعياله؟ طيب أول شيء نفس ما بدينا، إن أول شيء نستوعب إن إحنا قاعدين نسوي تباعد اجتماعي مو عزلة، هاي رقم واحد. لأن من يبتدي الإنسان يدخل بموضوع العزلة يبتدي يكتئب، وما يبتدي يعني نفسيا ما يبتدي حتى يفكر شنو يبي يسوي باليوم. أول شيء نبتدي نتواصل مع الناس، بس مو لازم تواصل فيزيكال، ممكن يكون تواصل أونلاين. فمثلا لما انا اقوم اسوي رياضه الصبح اسويها ومعاي مجموعه كبيره اونلاين، شباب يتفاعلون، بنات يتفاعلون، نبي نسوي بهالطريقه، يسالوني عن حياتي، عن موضوع الجامعه وغيره. فحلو ان تبني لك جدول معين وتطلع من موضوع العزله التامه الى فقط عزله اجتماعيه عن طريق التواصل فقط. صح. يكون في تواصل اجتماعي. الشيء المهم الثاني انه يكون عندنا تواصلنا يكون عن طريق المنصات، نفس ما شفنا موضوع التدريب الإلكتروني. وايد ناس قاموا يتجهون للتدريب الإلكتروني ويكتسبوا مهارة. يمكن قبل موضوع كورونا إحنا كشباب أو يمكن الأغلب ما كانوا يحبون موضوع التدريب anyway، وما عندنا وقت. يعني لو تخير حد أو شاب بين بقعد في البيت أسوي any activities أو إنه يعني أقعد أونلاين أو إني أروح مركز تدريبي، بيقولك بقعد على جيمز أو بيسوي شيء معين. بس لما قاعد الإنسان مع بينه وبين نفسه صار التركيز أكثر على شلون أبتدي أغير نظامي كنظام يطلع منه. يعني صرت أنا بيني وبين نفسي أبتدي أدرس، أبتدي أطور في نفسي، أبتدي أطلع من الكونسبت اللي أنا كنت باني أو العلاقات الاجتماعية التوكسيك إلى شيء إيجابي. فصار الناس بدت إن تحلل موضوع التواصل الاجتماعي تحليل إيجابي، قاموا يستفيدون من دورات الأونلاين. صحيح. من الجامعات، الكورسات البسيطة على نسبة شهر وغيرها. أختي خديجة ما شاء الله يعني نشوفك حاضرة في السوشيال ميديا، وهذا أيضا يعكس مسؤولية. يعني وأنت معنا الحين لايف، أيضا فاتحة لايف في الانستغرام عشان بس توصلنا رسالة للكل. لكن سؤالي يعني في جملة قلتيها، مشكلتنا في الدنيا أن احنا سعادتنا مرتبطة بسعادة غيرنا ونقلد الآخرين في كثير من الأحيان. فوانت كاتبة هذه العبارة، شلون أنا ممكن أعطي نفسي مرحلة من التنفيس وأكون مستقل بما يتوافق مع أحلامي أو بما يتوافق مع مبادئي؟ حلو. في البداية لازم أنت تكون بينك وبين نفسك فاهم أنت شنو قاعد تسوي، شنو تبي أصلا من الحياة. أنت عارف نفسك ولا أنت يعني خليط من مجموعة شباب هم وهم عارفين شنو يبون وماخذينك معاهم بالمركب؟ أي نعم. فأول شيء تعرف نفسك أنت وأنت بتروح، وأنت كشخص شنو يعجبك أصلاً، شنو ما يعجبك، شنو الفاليوز مالينك، شنو القيم. فأول ما تحط قيمك حاضرة قدامك بتبتدي تعرف هالشيء يناسبك أو ما يناسبك. هاي رقم واحد. رقم اثنين، ممكن تكون سعيد بأمور بسيطة. في ناس عندها من لازم يكون سعيد بالتجمعات العائلية الكبيرة، بالمحيط الاجتماعي الكبير، مثلاً بالمال. أيوه. أنا صدق شنو يناسب خديجة، شنو يناسب محمد، شنو يناسب حنين. حنين مختلفة عن محمد، أنا يمكن أكون سعيد لما أسافر، بس ما أكون سعيد معاي جامعة كبيرة. أيه. صح ولا لا؟ صح. فهاي الأمور البسيطة راح تفرق في تكوين شخصيتك، وتفرق أنت وين تكون، وين تشوف وين تصير أنت إنسان يونيك وما تقلد أحد. بالضبط. لأنه ممكن تكون تقلد لفترة زمنية معينة محمد. أيه. بس بعد فترة يبتدي عندك الوعي إن هاي مو حياتي، أنا مش مستانس، أنا ما أنجزت. نعم. وممكن شخص يسوي بالضبط الشيء اللي أنت قاعد تسويه، وبعد فترة بسيطة يكتشف إنه هو أنجز وايد أمور. تسمحي لي هل بجملة؟ أنت صدق ما في شيء أو لا؟ من يقلد الآخرين كأنه يؤكد الآخر وينسى نفسه.
بالضبط. ودائما احنا ندخل في تواصل، في دائما اقول حق الناس اللي معاي ناخذ بريك من بعض وايد احسن، لان تشوفني بفتره فتره حتى ما انزل مواضيع، امشي واصور لهم الصبح وشي واقول لهم هاي الموضوع بس بيني وبين نفسي. حلو. ليش؟ لان وايد حلو يكون بين الانسان يكون عنده الفاليو، انا لازم ارد استشعر، ما ابي اخلي ناس يدخلون 100% في حياتي، انا يصير حياتهم حياتي، يعني يقومون على خلينا نسوي رياضه مع خديجه نشوف شنو خديجه كتبت. لا، حلو ان كل واحد يلاقي وين، يعني انا اكون اكسترا بحياتهم ما اكون اساسي. حلو انه يكون طبعا تأثير. هذا الشيء ما ينطبق على خديجه، ينطبق على كل احد. خديجه حلو انه يكون هناك تاثير على المتابعين، ولكن نرجع نقول لابد انه ما يكون تقليد، وانما ان الواحد ياخذ الايجابيات من الشخص اللي يحبه، من الشخص اللي يتابعه، من الشخص اللي قاعد يتاثر فيه، علشان يقدر ينمي من نفسه. لازم يكون عندك هدف توصل له، ضد التقليد اكيد كلنا، ولكن حلو انك تاخذ النقاط الايجابيه في الشخص اللي انت قاعد تتابعه تتاثر فيه وتنمي من نفسك وتغير من نفسك وتبحث عن شيء يميزك انت عن غيرك. فنصيحه اخيره اختي خديجه توجهينها لكل من قاعد يتابعنا الحين سواء على شاشه تلفزيون قطر او حتى متابعينك في اللايف. طيب، حق متابعيني في اللايف اللي على اليمين وحقكم على ما انا وايد النقطه الاساسيه اللي نبي نطلع فيها موضوع الكورونا. قبل فترة بسيطة كنا قاعدين، أو خلينا نقول قبل 3 سنين أو تقريبا 3 سنين، كنا نتكلم مع سعادة الوزير إنه شلون الشباب يبتدي يصير منتج. صح. والحمد لله صار موضوع الحصار، أنا أحمد ربي عليه، لأنه صار اكتشفنا إن شبابنا منجز ولكن يحتاج مثل دفع، وصار موضوع الكورونا وخلى الشباب يلتزمون بجدول جديد وجدول الأمانة إنجازي. باختصار لو تشوفين الناس حولك معظمهم رياضيين، ومعظمهم صاروا يكتشفون هواياتهم بنفسهم، ما يحتاج حد يقول لهم قوم اكتشفوا هواياتكم. صح. فأنا بالنسبة لي نصيحتي الأشياء اللي اكتشفتوها وصدق آمنتوا فيها واستشعرتوا فيها فترة الكورونا التزموا فيها، كملوا فيها، لأن الشغف اللي أنا أشوفه بعيون الناس كل صبح أقوم يعني شغف مفروض ما ينسي، يعني مفروض هم باختصار هاي الشيء كأنه ستارت حياة جديدة. بالضبط. فأي شيء اكتشفته فترة الكورونا إيجابي لكم خلوه معاكم، الأمور السلبية اللي اكتشفتوها في هالفترة استثنوها، ولكن كملوا بالأشياء الإيجابية ونموا وقتكم واستثمروا. فترة كورونا مو فترة بريك، بالعكس في ناس تفتح بزنس، في ناس قاعد تخطط، في ناس قاعد تستثمر، وفي ناس تحافظ على فلوسنا. كل الشكر لك. هاي الذكاء وهاي الشيء اللي الشباب يسوونه. بأمانة نشكرك والله يقويك، واستمر على ما أنت عليه من عطاءات، وبالنسبة للمشي والرياضة أيضا هذا أمر مهم، نشوفك بإذن الله تعالى على خير خلال لقاءات قادمة. بإذن الله. يعطيك العافية. يعطيك العافية أختي خديجة، يعني فعلا كلمات إيجابية، وإحنا فخورين لما نشوف شباب عندهم هذا العطاء الدائم والمستمر. ما في سن معين، ما في عمر معين للعطاء، ولكن تقدر تعطي وتقدم في كل مرحلة من مراحل حياتك. بالضبط. وعلى طاري أيضا التقليد اللي قد يكون موجود وحاضر خلال الفترة اللي نمر فيها، في من يتبع غيره في أمور، لكن لا تنسى نفسك، شوف الأشياء اللي تتوافق مع مبادئك وحلمك، لأنه إذا قلدت غيرك في تفاصيل حياته، تفاصيله هو، يعني هو اللي يعيشها وهو اللي يعرفها، بالتالي انظر لتفاصيلك أنت وعيشها. فاصل صغير وراجع إن شاء الله. لكل من انضم إلى متابعتنا حياكم الله مشاهدينا، مثل ما ذكرنا في بداية حلقتنا نبارك لكل اللي حصلوا على نتائج عالية وتخرجوا من الثانوية العامة. معنا الحين عبر الخط أو عبر الهاتف الطالبة مريم محمد أبو الحسين من مدرسة الخور الثانوية للبنات، واللي حصل على المركز الثالث مكرر من الطلبة الأوائل للشهادة الثانوية العامة العام الأكاديمي 2019-2020. طبعاً مبارك لها هذا التفوق، ومبارك لجميع طلابنا وطالباتنا، متمنين لهم طبعاً نجاح والتفوق بما يحقق مسيرة قطر في التميز والتقدم في كافة المجالات. صباح الخير أختي مريم، وألف ألف مبروك حبيبتي. السلام عليكم. صباح النور. يا مرحبا، حياك الله في برنامج في الضحى. نبتدي أيضاً بالحوار بالنسبة لهذا الإنجاز في نتيجة الثانوية العامة، كلمينا عن مشاعرك وانتقالك من هذه المرحلة إلى مرحلة أخرى. أول شيء الحمد لله لما استقبلنا النتيجة كنا في أجواء عائلية، أمي وأبوي وإخواني وخواتي، كنا من الساعة 12 ننتظر النتيجة. صحيح. والمرحلة كانت كلنا الحمد لله، خاصة أمي وأبوي.
الحمد لله يعني. الحمد لله. أكيد دور الأم والأب والأسرة دور كبير في النجاح وتحقيق الأهداف مع الظروف الراهنة. أكيد الأسرة حاولت قدر المستطاع أنها توفر لأبنائها كافة طبعًا. وسائل الراحة وكافة المساعدة للحصول على النتيجة. كنتي مريم متوقعة هذه النتيجة ولا انصدمتي؟ كنتي متوقعة شوي أقل؟ عني أنا شخصياً الصراحة ما كنت متوقعة هالنتيجة بالنسبة حق الظروف والأوضاع الحالية. نعم. متوقعة شوي أقل مثل 98 أو 97، لكن الحمد لله رب العالمين عطاني على قد سعدي وأكثر. الحمد طيب لله. طيب إيش رأيك بالنسبة للوضع الحالي؟ يعني التعليم عن بعد اختلف عن التعليم كما كان في الأيام العادية، فهل اختلف بالنسبة لك وهل تأثرتي في البداية؟ لأن في ناس اشتكت، مع الوقت بالعكس تأقلمت وعاشت الوضع طبيعي. التعليم عن بعد كان تجربة جديدة نوعا ما. نعم. لكن حلوة في نفس الوقت، بس صعبة شوي من ناحية إن إحنا كطلبة بشكل عام متعودين نأخذ المعلومة من المدرس بشكل مباشر. صحيح. وكل واحد فينا متعود على طريقة شرح معينة. ولما بدأ التعليم عن بعد صرنا ناخذ المعلومه من وراء الشاشة باسلوب مختلف غير عن اللي متعودين عليه، وكان هو تقريبا العائق الوحيد موضوع التعليم عن بعد. تمام. زين اختي مريم، بخصوص كيف كانت اجواء الامتحانات، هل كانت صعبه؟ لاحظتي يعني هو اوريدي الواحد في الثانويه العامه بيشعر بالخوف والتوتر من غير اي ظروف، فمباشر ما يكون في ظروف نفس فيروس كورونا، اختلاف في طريقه التعليم، الامتحانات شلون كانت؟ الصراحه انا كان فيني توتر قلق من الاختبارات وجو الاختبارات وشلون راح نقدر نمتحن في هالظروف. كنت دائما افكر ان انا في الظروف العاديه اتوتر واخاف من الامتحان، فشنو راح اسوي حاليا؟ لكن الحمد لله وزارة التعليم ما قصرت في انها تاخذ الاجراءات الاحترازيه كامله وسهلت العمليه بشكل كبير على الطلبه. طيب شنو هي الاجراءات اللي كانت مريم اللي كانت متبعه اللي شفتيها اللي لفت انتباهك، اكثر شيء حبيتيه من خلال الاجراءات اللي انت شفتيها؟ كانوا محرصين علينا في المدرسه نترك مسافات بيننا، كانوا يمنعون التجمعات، كانوا يحرصون على القفازات للكمام، جسم الحرارة حق كل طالبة أول ما تدخل. أختي مريم، لكن نتكلم من بداية الأزمة على شهر 2-3 تقريبا، كونكم كطلاب أكيد عانيتوا، وفي من يمكن دخل في حالة نفسية سيئة لأنه يقول أنا طالب ثانوية فخايف من النسبة وهذه النسبة هي اللي ممكن تدخلني جامعة وغيرها من الأمور. من صوبك كطالبة اليوم متفوقة ووصلتي لمستوى جدا جميل ويفتخر فيه الكل، شلون قدرتي توصلين لهالمستوى؟ يعني من البداية، من بداية الأزمة إلى اليوم. أول ما بدأت أزمة فيروس كوفيد 19 وبدأت تنتشر أخبار أن الدراسة بتوقف، طبعا أنا كوني طالبة في الثانوية العامة نفس ما قلت كنت وايد أحاسب دروسي وشرح وشنو راح يصير، لأن تحديدا هالسنة تعتبر مصيرية طبعا، وأي صعوبات أو تحديات هذه السنة راح تأثر على مستقبلنا بشكل كبير بالضبط. وهاي الشيء الوحيد اللي كنت خايفة منه، لكن الحمد لله قدرت أعديها عن طريق التعليم عن بعد، بالذات المعلمين في المدرسة كانوا دائما على تواصل معنا على مدار يعني طول اليوم، فكنت نعم. أي استفسار أو أي سؤال عندي أسأل المعلم ويرد علي على طول. نعم أختي الحمد لله. أختي مريم نرجع ونبارك لك ونبارك لكل الطلاب والطالبات اللي قاعد يتابعونا. آخر سؤال على السريع، شنو طموحك في المستقبل إن شاء الله؟ أنا من صغري أطمح إني أدرس طب، وأنا أساساً مساري في الثانوية علمي واحد اللي هو إن شاء الله. الله يوفقك أختي مريم، وإن شاء الله نشوفك دكتورة وطبيبة تخدمين هذا المجتمع. نفس ما قاعد نشوف إن الكل حريص كل الحرص على إنه يساهم ويقدم لرفعات المجتمع. نشكر مريم أكيد ونشكر كل الضيوف اللي تواصلوا معنا اليوم. نرجع ونقول دائما احنا نتناول مواضيع عديدة ومختلفة، الهدف منها ان احنا نسلط الضوء عليها بشكل مستمر. الحياة تمشي، الحياة مستمرة مع الظروف، ونتمنى ان شاء الله ان هذه الأزمة تعدي على خير. يعني اسمها مريم، طموحها انها تكون طالبة في الطب، ان شاء الله سيطلق عليها اللقب بيوم من الايام دكتورة، مثل ما يطلق علينا. يعني كل انسان يتمنى انه يكون له لقب، لكن العبره ليست في الالقاب، العبره في العمل نفسه وجودتك ايضا في حياتك، شو اللي انت قاعد تساهم فيه تجاه وطنك. النسبه قد تكون موجوده اليوم، لكن بعد هذه النسبه كطالب ثانويه انتقلت الى مرحله جديده، هل راح ظل تعطي او لا؟ هذا العطاء لابد يكون موجود طالما وطن يحميك ويعطيك اكثر مما
تتوقع. نختم بالعطاء، شكرا لكم ولمتابعتكم، اكيد راح يجدد لقائنا معكم غدا في حلقه جديده من حلقات برنامجكم الصباحي واليومي في الضحى. تمام.